السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأخوة والأخوات الكرام، يعتبر النظام الدكتاتوري الإيراني من أخطر الأنظمة التي مرت على البشرية جمعاء، فلا الفاشية ولا النازية ولا الدكتاتورية قامت بما قام به هذا النظام، نظام الملالي في إيران. فمنذ وصول الطاغية ورئيس الأفعى ورأس الأفعى إلى النظام عام 1979، والعالم يعاني الأمرين من ويلات هذا النظام الظالم، وبالأخص الشعب الإيراني عانى الأمرين من هذا النظام الفاشي الذي أحرق الأخضر واليابس، وسطر أعظم أسطورة في الظلم والقهر لكل شعوب العالم من خلال دعمه للإرهاب وتدخلاته السافرة في الدول، ولم تسلم أي دولة من تدخلات هذا النظام. الأخوة والأخوات، لا يخفى عليكم جميعاً ما يقوم به هذا النظام الفاشي في العالم. يجب أن نتحد، يجب أن نشكل جبهة واحدة لإسقاط هذا النظام. مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية تعمل ليل نهار لإسقاط هذا النظام، ونحن نقدر ونساند وندعم جهودهم وجهادهم. يجب على جميع شعوب العالم وجميع مؤسسات العالم وهيئات العالم أن تعمل مع مجاهدي خلق لإسقاط هذا النظام ومحوه عن خارطة العالم. كما أطالب العالم بجميع هيئاته ومؤسساته بضرورة وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، لأنه هو رأس الأفعى وهو المخطط وهو المنفذ لكل عمليات الإرهاب في العالم. كل عملية اليوم إرهابية تتم في العالم رأسها موجود في طهران، لأن المخطط والداعم هو نظام الملالي في طهران. لقد جئتكم من مملكة البحرين، وأنا أحمل هماً كبيراً وعظيماً، هو هم تدخل النظام الإيراني في بلدي البحرين. إن تدخل النظام الإيراني في مملكة البحرين من خلال دعم ومساندة الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمال إرهابية يعكر صف الأمن في مملكة البحرين. أبشركم أخواني أخواتي بأننا قمنا في مملكة البحرين بإنشاء المبادرة البرلمانية العربية لمكافحة التدخلات الإيرانية في الدول العربية، وهذه مبادرة تقوم على العمل الجماعي من خلال البرلمانيين العرب أولاً، ومن يحب أن يشارك فيها من الدول الأخرى. إخواني وأخواتي، نؤكد دعمنا ووقوفنا مع المقاومة الإيرانية بكل ما أتينا من جهود ومن مال ومن دعم في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو إسقاط هذا النظام. فليسقط هذا النظام، فليسقط هذا النظام، فليسقط هذا النظام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.